يتجنبها الأشقى الذي يسلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تعسرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. طاب اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك لا مجيب الدعوات إنك لا كل شيء قدير. إلهي پروردگارا بوخنا نايته بجماعتن ölenlerin ruhuna إحسان verenlerin خزمت edenlerin arabamızda bulunanların hepsinin ölenlerinin ruhuna teslim eyleyelim ya Rabbi. Amin. Peygamberler aleyhine, imamlar aleyhine teslim eyle ya Rabbi. Bu cemaatin ölenlerinin ruhunu şad, mekanını cennet ve herkesin ölenlerini bizlerden hoşnut, razı eyle. Ruhlarının şad olması için El-Fatiha'ti mehassalavat. Allahümme sallallahu.